هتصف اول كيفكم الحاسوب هنا يا حبايبي، بتركزوا لي على الصور، صوره وايش بتمل اي صوره لايش، صوره ايش مثلا، هاي بسالها صوره ايش او بساله هل هي صوره ايش، مكونات الحاسوب. طيب هاي صوره ايش، وحده الان هي متعرف على الصور، صوره ايش على الشاشه، لوحه المفاتيح طابعه وهكذا. هون نفس الشيء بس هون توصيل. طيب نيجي هون لهي الصفحه برضو كمان تعرف على انواع الحواسيب، تعرف على صوره هون كمان هاي الصفحه. والحاسوب في حياتنا، ايش بنستخدم الحاسوب في ايش؟ في التعليم، في الجامعات، في المكتبات، في البنوك. عدي اللي بتيجي. هون في المستشفيات، في المطارات. العمل عن طريق شوي ماما. خامسا في البيت، في الالعاب، البحث في الانترنت. تركزوا كيف نتعامل مع الحاسوب. اولا اتجنب الاكل والشرب، اتجنب العبث باسلاك الكهرباء، اتجنب وضع العصير او الماء بجانب الحاسوب، مهمة جدا. الجهاز بقطعة قماش خاصة، اضغط على الزر المناسب واغلق الجهاز بالطريقة الصحيحة، مهمة جدا.